أعظم فراق هو فراق بعد تعلق، لأن قلبك استمسك بفلان بشدة. لذا اسمعني جيدا، سيدنا يعقوب عليه السلام كان عنده أبناء كثير، لكن قلبه متعلق بيوسف عليه السلام، كان يحب يوسف له حالة خاصة. فلما ابتعد يوسف والله عز وجل أخذ بصر يعقوب عليه السلام. لماذا؟ لحكمة سبحانه، والله تتعجب. اسمع ليه. قال الإمام الشافعي يقول: إذا تعلقت بشخص تعلقا أذاقك الله مر التعلق. لماذا؟ لتعلم أن الله عز وجل يغار على قلب تعلق بغيره فيصدك عن ذاك ليردك إليه سبحانه. اعلم أن الله عز وجل إذا بعدك عن شخص، اعلم أن الله عز وجل يغار، أو الله أراد لك الخير.